سؤال وجواب نتفقه والعلم يقين. المسلم هذا مذهبه كي ينجو في يوم الدين. يسأل عن معنى، يقول ما معنى أن الأحاديث بلغت حد التواتر؟ التواتر وصف يوصف به الحديث إذا كان نقلته لا يتواطأ مثلهم على الكذب. نعم. يعني إذا نقل حديث نقلا من عدد يبعد في العادة أن يجتمعوا على نقل كذب أو الاتفاق على الكذب على من نقلوه عنه يوصف بأنه متواتر. واختلفوا في حد التواتر، هل هو 10 5 أكثر من ذلك أقل من ذلك، وهو أمر يرجع إلى العرف ليس في ذلك تحديد. ما كثر نقله وبلغ حدا لا يتفق نقلته في العادة على الكذب فإنه يكون متواترا. أحسن الله إليكم. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.